بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت مع الباب متوجه إلى أملاكك، متوجه إلى قصورك، متوجه إلى زوجاتك، متوجه إلى ما جعل الله عز وجل لك من نعيم. يا أخوان، أدنى أهل الجنة وما فيهم دني له في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. هذا من؟ هذا أقل أهل الجنة نعيم، وأعلاهم قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، وأعددت لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زوجاتك وزوجتك في الجنة نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. زوجتك في الجنة لو اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين المشرق والمغرب نورا، ولو بصقت في بحر اللجي لجعلته عذبا سلسبيلا. كل هذا ينتظرك الآن في الجنة، كل هذا النعيم لمن؟ لك أنت يلي تسمعني يا مؤمن. الله عز وجل أعد لك نعيم مقيم في جنات النعيم. إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. شيخ نايف، في الدنيا 8 أشياء، في الدنيا يا غالية، وفي الدنيا يا غالي 8 أشياء: اجتماع وتفرق. نحن الآن اجتمعنا في هذا الملتقى وسوف نتفرق منه. اجتماع وتفرق، سعادة وأنس وفرح، وكدر ونكد وضيق ومرض وسقم، ثم قوة وشجاعة وفتوة، وموت وحياة. أما في الجنة يا غالي فخذ الأربعة الطيبة واترك الأربعة السيئة. اجتماع بلا تفرق، وفرح وأنس وطمأنينة بلا ضيق ولا نكد، وقوة وشجاعة بلا ضعف ولا مرض، وحياة بلا موت، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. الله أكبر. أخوان، اللهم اجعلنا من نعيم أهل الجنة، والشيء اللي يخليهم يزدادون نعيم إنهم يرون أهل النار في العذاب، وأهل النار يشوفون أهل الجنة وينادونهم، ينادونهم. أهل النار في العذاب الشديد يتمنون في النار، يتمنون من أهل الجنة ويطلبون من أهل الجنة شيء يعتبر أبسط شيء في الحياة الدنيا ومن أبسط الأشياء. تدرون ايش هذا الشيء اللي يعتبر عندنا في الحياة الدنيا من ابسط الاشياء يتمناه اهل الجنة النار ولا يحصلونه؟ يتمنى دحله واحد من الشباب طلع من الاختبار، كيف الاسئلة وجاء الاختبار سهل؟ قال والله اسهل من ايش؟ اسهل من الموية. اهل النار يتمنون هذا الماء ولا يحصلونه، وينادون في العذاب يتمنى شربة ماء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة
أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طيب من هم الكافرين؟ إيش صفاتهم؟ الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. تبصد آية تخوف. كافرين استفاتهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. كثيرين ولا مو كثيرين؟ كثير. طيب النجاة كيف أنقذ نفسي؟ بس يا شيخ نايف أنت قلت كثيرين، والله فعلا كثيرين. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذكر في آية أخرى: وقليل من عبادي الشكور. شيخ نايف تعرف ايش الحل؟ يا اخواني تعرفون ايش الحل؟ اعطينا صفاتهم من جديد وبعدين اعطينا الحل. تكفى يا شيخ. الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الحل: ولقد جئناهم بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني واقسم بالله من وضع القرآن أمامه قاده إلى الجنة، الله أكبر، ومن وضع القرآن خلفه ألقاه إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى قد أنزل إلينا القرآن نور وهداية وانشراح. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأعبد الناس لله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ما قال امسك، قال فاستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يا أحبابي أقسم بالله اللي يتمسك بالقرآن الله سبحانه وتعالى يخرج من الظلمات إلى النور. ألف لام را، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.